90% وادى بشكل كويس جدا النادي الاهلي. طب اديني تعليق بس على دي يا كابتن حماده كده. ده رضا مطروح من كبار مشجعين النادي الاهلي. واحد يعني حد جميل جدا 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 بوجه له التحيه. يعني ده وليد ازارو معانا. طب حاجه جميله طبعا من وليد ازارو وتواجده هو مع في الاوتيل مع اللعيبه وحاجه. لا ده ما بيسيبش ماتش. حاجه جميله. رضا اهلاوي اهلاوي على طول على اتصال دايما بي على طول. والله دايما بيجي على طول. كان بيتابعنا ايام ماتشات برده تلاقيه دايما قبل المباريات. كان دايما كنا دايما نتفائل باللب الابيض. فدايما يجيب لنا اللب قبل المباريات ويقول لنا ده سر المكسب. شاكرين يا اسامه. يبقى 100 100. لب ابيض وزيتون وبتاع وكده. طيب على العموم بقى يبقى طريقه اداء كارتيرون كابتن اسامه حاجه حلوه. انا استشفها او استنتجها ان رغم ان صلاح محسن جاب هدفين وفي مباراتين متتاليتين اللي هي مباراه حرس الحدود